لاباس عليكم، نتمنىكم كلشي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنبغي نقدم لكم واحد البيتزا زوينه والمقادير ديالها حتى هما راه متوفرين. عندي فيها 4 ديال المطيشات كبار، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الزيتون كحل والزيتون مقطع ابيض، شويه ديال الربيع قزبور معدنوس، فلفله حلوه، بصله مشلضه، معلقه ديال السكر سنيده، شويه ديال الفرماج محكوك، مطيشه ديال الحك، شويه ديال الكروفيت. الا ما كاينش كروفيت تقدروا ديروا اي نوع ديال الحوت بيتو، ماشي ضروري كروفيت. انا هادشي اللي متوفر عندي في الدار درتو. بالنسبه للعطريه وجوج معالق كبار ديال زيت العود. بالنسبه للعطريه غنحتاجو شويه ديال الملحه، شويه ديال التحميره حاره، ما بغاش التحميره حاره ما يديرهاش، ماشي ضروري. سكينجبير، شويه ديال البزار، شويه ديال الزعتر. ومن بعد غنبين لكم غنصاوبو ان شاء الله لاباط ديال البيتزا، وغنقول لكم المقادير اللي غادي نحتاجو في هاد لاباط هادي، وتبعوا معنا المراحل. ها المقادير ديال العجينه ديال البيتزا هي غنقدموها دابا. هنا كاين 500 غرام تقريبا ديال الدقيق الابيض، 500 غرام. وهنا عندنا شويه ديال الملحه، وجوج معالق كبار ديال زيت العود، وجوج معالق كبار ديال المايزينا، وشويه ديال الخميره تقريبا واحد المعلقه صغيره، معلقه ديال السنيده، وشويه ديال الزعتر. ونعجنوا هذه العجينه ونرجعوا معكم. احنا منين عجناها غنخلوها شويه ترتاح ونمشيو نصاوبوا الحشوه ديال العجين ديال البيتزا. غادي نديرو دابا لاصوص ديال البيتزا. درنا الزيت العود، احنا غنديرو دابا مطيشه، درت شويه ديال لحت شويه ديال الزعتر، غنديرو شويه ديال الملحه، شويه ديال سكينجبير، شويه ديال التحميره حاره، شويه شي بزاف شويه ديال البزار، درت هنا واحد المعلقه كبيره ديال مطيش الحر، زدت على داك الخليط اللي قلت في الاول، غنحركو شويه ونكملو داكشي اللي باقي. شويه ديال الربيع، معلقه ديال السنيده. هاد المعلقه ديال السنيده بالنسبه باش ما تجيش المطيشه حامضه، كنحاول باش نحليها بشويه ديال السنيده. درت هنا واحد المعلقه ديال السنيده باش تقل لينا لاصوص وباش ما تجيش حامضه، كتجي زوينه ملي كدير ليها معلقه ديال السنيده، كتجي زوينه وكتجي ثقيله. ها هي غنخليوها تتعقد مزيان عاد باش غنرجع معكم نوريكم اش غادي ندير. ها هي لاصوص منين طابت، ها هي راه عاقده شاده في راسها ثقيله. غادي نمشيو دابا نشحروا ديك البصله والفلفله حلوه ورجعوا معكم وتابعوني. غنبقاو نحركو حتى تهبط هاد طيب هاد البصله وهاد الفلفله حلوه تهبط شويه ورجعوا
نكملوا معكم المقادير كاملين. ماشي ديال الملحه وغنبقى نحرك شويه هكا حتى يطيب هذا الشيء، ومن بعد غادي نكملوا معكم المراحل كامله ديال البيتزا. متابعوني. هي البصله شحرناها هي وديك الفلفله حلوه وحيدناها في نفس المقله، غنديروا الكروفيت غير شويه وغنحيدوه. شويه ديال شويه نشحروها شويه، اصلا هو دغيا كيطيب يعني غير شويه، ومازال غندخلوه للفران يعني غير شويه شحر غير شويه. شويه ديال نزار شويه ماشي بزاف هكا. وشويه كيك ديال الملح شويه ونحركو. شويه ديال الربيع ونطفيو. العجينه ديالنا منين خمرات غادي نسرحوها دابا في الصينيه اللي غندخلوها الفران، حيت انا العجينه ديال البيتزا كنطيبها ضروري واحد شويه عاد باش كندير فيها لاصوص وندير فيها المقادير الاخرى. وهاني معكم غنبين لكم كلشي المراحل اللي غادي ندير، تبعوا معايا. غنسرحها في هذا البلاطو، انا ما غندير لا مدلك لا والو، انا غنسرحها بهذه الطريقه وكتجي زوينه. هي ملي سرحناها في الطاوله درت لها الطاوه والطاوله الصغيره شويه، غادي نتكوها بشي فرشات بحال هكا باش ما تجيش. وغندخلوها الفران شويه طيب نص طيبه شويه، ومن بعد غنخرجوها وغنديروا نديروا لاصوص مطيشه وداكشي اللي درنا كاملين مع بعضياتنا. خرجنا البيتزا غادي نسرحو من هاديك لاصوص ديال المطيشة. كتجي تبارك الله كبيره، انا درت لي هذه واحده شويه صغيره منها. غنديرو هذيك البصله اللي درنا، وكل واحد اللي بغى يزيد شي حاجه يزيدها، انا غا كنعطيكم الطريقة ديالي وصافي. نتمنى تعجبكم. صفت داك الكروفيت من الفوق ديالها، ما كاينش كروفيت يدير لواحد الطون، الكفته حتى هي بغا الواحد يديرها، اي حاجه تشهال الانسان يديرها، انا غير عندي الكروفيت ودرتو. غادي نعمرهم بجوج تبارك الله، راه عائليه لا تقد. نتمنى تجربوها وتعجبكم وتشجعوني باش انا نقدم لكم ان شاء الله شحال ديال الشهيوات باذن الله. ملي استفنا داك الزيتون ودوك الكروفيت وداكشي اللي درنا ديك الساعات، غادي دابا نزيدو عليهم فرماج باش ندخلوها الفران. تقريبا لا كلشي طايب، لا باط لي طايبه نصطيبها، راه غادي ندخلوها دابا. ونتمنى تعجبكم وبالصحه والراحه، وتبعوا معايا حتى نخرجها ان شاء الله من الفران. وهي ملي خرجتها من الفران هي كي كتجي راه طابت، غنقطع لكم واحد الطريف منها وغتشوفوها كيفاش غادي تكون ان شاء الله.
هاي من القطاطا، نتمنى تعجبكم وبالصحة والراحة. لا تبارك الله كتخرج واحد الكمية، راه وحدة كبيرة وحدة شوية صغيرة عليها شوية، وبالصحة والراحة. ونتمنىكم تشجعوني وتدعموني ولا فيديو جديد إن شاء الله، وبسلام عليكم.